بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما باجي في القسمة بقسم إلى عندنا قاعدة الإشارات برضه زي ما في الضرب، كنت بقسم، كنت بضرب موجب في سالب بيديني سالب، هنا موجب على سالب القسمة ممكن أعملها على كده بتساوي سالب، ما هو العلى ممكن أعملها شرطة كسر كده، ولو قسمت سالب على سالب بموجب زي الضرب بالظبط، الضرب موجب في سالب بسالب وسالب في سالب بموجب. يعني من الاخر لو الاشارات مختلفه هيدي لك سالب، لو الاشارات متشابهه هيديك موجب. طب حلو، انا الاول اخلص من الاشارات. سالب على سالب في الموجب. وموجب ما بيتكتبش، يعني كده المساله ما عادش لها اشاره، بقى كده خلصنا من قصه الاشارات. القسم بقى اختلف عن الضرب في ايه؟ الضرب انت كنت بتضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت. القسم قال لك لا. قال لك الكسر الاولاني سيبه زي ما هو. واقلب الضرب دي، القسمه دي ضرب، والكسر الثاني ده هات له معكوس ضربي. ايه بقى المعكوس الضربي؟ انك تشقلبه تخليه 9 على 8، ده اسمه المعكوس الضربي، ان انت تشقلبه تخليه 9 على 8. طب ما قلبت مساله ضرب عاديه، ايه ممكن اضرب 2 في 9 18، 3 في 8 ب 24، خلص. والله بعد ما خلصت مسالتك كده لو فيها اختصار، اختصار يعني ايه؟ انا ملاحظ ال 18 وال 24 ينفعوا يتقسموا على 6، ممكن اقوم انا ببسطها كده اقسم على 6 على 6، فدي هتبقى 3 وده هتبقى 4 كتبسيط للمسألة. طب تعالى على دي، أقسم الإشارات الأول. هنا موجب، موجب على سالب بسالب، بس يبقى خلصنا من موضوع الإشارات، المسألة دي إشاراتها سالب. طيب بس ال10 دي مش كسر، قال لك حط لها واحد عادي، يبقى كأنها 10 على واحد. علامة القسمة بتتقلب ضرب، الكسر ده بنجيب له معكوس ضرب يعني بتشقلبه لازم. طالما القسمة قلب الضرب، الكسر اللي بعدها مباشرة يتشقلب، بتجيب له معكوس ضرب 5 على 2، وابتدي اضرب عادي اهو، نزل السالب دي واضرب 10 في 5 ب 50، 1 في 2 ب 2، 50 على 2 ب 25، يبقى طلعت سالب 25. طب افرض ده عدد كسري، قلنا لازم ارفع الكسر اهو، 4 في 3 ب 12 زائد 1 بضرب وانا اجمع، يبقى 13 على 4، العلب بتتقلب ضرب. طب انا لو جيت ارفع ده 2 في 2 ب 4 و1 هيبقى 5 على 2، بس انا لازم اشقلبه، يبقى 2 على 5 اهو، وابتدي اضرب عادي 13 في 2 26، 4 في 5 ب 20. اتفقنا لو في اختصار اختصر، يعني ال 26 وال 20 هما الاثنين ينفعوا يتقسموا على 2، ده لو اتقسم على 2 هيديني 13، وده لو اتقسم على 2 هيديني 10. طب 13 على 10، انا معايا 13 درهم موزعهم على 10 رجاله، طب ما كل راجل هياخد درهم، وهيتفضل في الاخر 3 درهم يرجعوا يتقسموا على 10، تلسع كده. طب في الكسور بقى، الكسور العشريه، قال لك لا، في نظام بقى. نظام ايه بقى؟ قال لك لازم احرك العلامه. يعني ايه اتحرك العلامه؟ يعني ده لازم ما يكونش في علامه. الاول نقسم بس الاشارات، سالب على موجب بسالب، خلصنا من الاشاره. طب تعالى بقى دلوقتي، ما ينفعش ده يكون في علامه، قال لك حرك العلامه هات هنا، يعني العلامه بقت كده قدام الثلاثه. العلامه طالما جت قدام الثلاثه ما عادش لها لازمه، ما عادش لها لازمه، يعني الرقم ده بقى ثلاثه بس، العلامه بتتحرك تيجي قدام اهو رقم واحد. طب دي اتحركت رقم واحد، دي لازم تتحرك رقم واحد برضه، يعني بدل ما هي هنا هتكون جايه اهو بين السته والتسعه، يعني بقى الرقم كده 3 9 علامه 6، يبقى العلامه محركه هنا، وبناء عليه تقوم متحركه هنا. واقسم يا عم عادي جدا، 3 على 3 في الواحد، السالب نازله ايه؟ 3 على 3 في الواحد، 9 على 3 في الثلاثة، وبعد تنزل العلامة 6 على 3 في الاثنين، خلصت المسألة. طب لو جايب لي كسر مع كسر 10، احنا اتفقنا الخمس ده اصلا احنا عارفين ان هو 2، او الخمس 2 من 10، عايز اقسمها على 4 من 10. طيب هنقول مثلا خلي دي على انها كانت كام، كانت خلي دي كانت 2 على 5 مثلا، ال2 على 5 اللي هي 4 من 10، ما الخمس الواحد ب2 من 10، يبقى الخمسين ب4 من 10. اقسم الاشارات الاول، فينا سالب وفينا سالب، سالب على سالب بموجب. طيب نيجي بقى على العلامه، العلامه لازم تتحرك رقم تيجي هنا، وبالتالي هتتحرك رقم تيجي هنا، يعني العلامه جت في الاول قبل الاربعه، طالما العلامه جت في الاول ما عادش لها لازمه، يعني دي كانها بقت 24 على 4. طب واحد يقول لك الصفر ده، ما الصفر على الشمال ملوش لازمه. طيب خلاص تقسم بقى 24 على 4، الموجب اصلا بيكتبش، 24 على 4 فيها ال 6
وخلصت المسألة على كده. ده ببساطة موضوع قسمة الأعداد النسبية. يا رب تنجح.